بحلقة سابقة من ريبلز حكيت لك عن مفهوم عبرنا عنه بكلمة بتوصف الاعتقاد بأنه الجنس البشري سيتطور متجاوزا حدوده الفيزيائية والعقلية باستخدام وسائل العلم والتكنولوجيا خاصة. تتذكر شو الكلمة اللي بتوصف هالمفهوم؟ ممكن تكون عرفت الجواب على السؤال بأول الحلقة، ممكن ما عرفت نهائيا عن شو الكلام اصلا لانك ما تذكرت ابدا او ما لك حضران الحلقه او ما لك سمعان بهالمفهوم من قبل، بس ممكن يكون اللي صار هو انك حسيت انك عرفت بالضبط عن شو عم احكي وحاس انه الكلمه تكاد تطفو لتوصل على سطح وعيك لكن لسه ما عم تطلع معك. ويمكن في كلمات تانية مشابهه بشكل او باخر للكلمه اللي انت عم تستهدفها عم تهجم على وعيك، لكن ولا وحده منهم هي الكلمه اللي انت عم تدور عليها. هدول اسمهم Ugly Sisters، الأخوات القبيحات. يبدو أنه اللي سماهن هيك كان معصب كتير لأنه ما عم يتذكر الكلمة اللي بده إياها. بجوز تكون تتذكر أول حرف منها أو يمكن syllables المقاطع الصوتية أو وين أحرف العلة بالكلمة مثلا، لكن ما عم تطلع معك الكلمة. هي ظاهرة اسمها Tat، Tip of the Tongue، كمان دارج استخدام المصطلح الفرنسي اللي بيعبر عنها واللي هو Presque Vous، وبالعربي منقول الكلمة على رأس لساني. تفسيرات المقترحة تدور عموماً حول الفكرة التالية، إنه المعنى مخزن بعقلك ومرتبط بكلمة وربما بأكثر من كلمة في حال بتحكي أكثر من لغة. لما بتسمع وبتقرأ الكلمة في حال كنت بتعرفها سلفاً، الرابط أو المسار العصبي بيكون قوي بين الصوت أو الكلمة المكتوبة والمعنى، يعني الطريق اللي بيمشي من الكلمة باتجاه المعنى مطروق كتير، بالتالي طريق سالك كتير. لكن بالاتجاه المعاكس الطريق ما كتير بيكون سالك وقت بتكون الكلمة معلقة على لسانك، يعني لما بيروح بالك على المعنى لنقول الدارة يلي بتحمله للمعنى ما بتقدر انها تحفز الدارة يلي بتحمل الكلمة. لذلك المقترح انه لما رفيقك بتصير معه هالشغلة لا تذكره بالكلمة اذا عرفتها انت، تركه لحاله ليقوي طريق الاسترجاع بالاتجاه المذكور، او اعطيه هنتس تلميحات تساعده بدون اعطاء الكلمة الكاملة. حتى إذا كنت لحالك جرب تعمل هيك بشكل أو بآخر مع حالك، أو ببساطة تركها الكلمة تجي لحالها عبالك بعد شوي وما تزوج حالك كرمالها. عصيرة التعصيب، في باحثين فكروا أنه كونه لما الواحد بيحكم أغلاق قبضة إيده بيزيد النشاط العصبي بالفص الجبهي الأمامي الخاص بالنصف الدماغي بالجهة المعاكسة أو المقابلة لهالإيد، وكونه في نموذج يسمى اللاتناظر الهمسفيري في التخزين والاسترجاع بيقول ان المناطق الجبهية الامامية بالنصف الايسر من الدماغ مرتبطة بالتخزين، وما يقابلها بالنصف الايمن مرتبط بعمليات الاسترجاع والذكريات العرضية. قالوا خلينا نشوف كيف ممكن احكام قبضة اليدين يأثر على تخزين المعلومات واسترجاعها. فجابوا 5 مجموعات، وحدة منهم مجموعة مقارنة، يعني ما بيعملوا شيء بايديهم بس بيحاولوا يحفظوا ويسترجعوا، اما الشخص بالمجموعات البقية بيحكم اغلاق قبضة احدى يديه قبل ما يحفظ أو يخزن المعلومة، ونفس الشيء قبل ما يحاول يسترجعها. لهيك في 4 مجموعات من هدول بحيث التجربة تختبر كل الاحتمالات، يا أما القبضة اليمين قبل كل من التخزين والاسترجاع، أو اليسار قبل الاثنين، أو اليمين قبل التخزين واليسار قبل الاسترجاع، أو العكس. النتيجة بالفعل أفضل مردود بالاسترجاع صار لما كان عم يتم إغلاق القبضة اليمين قبل التخزين يلي بتحفز الجزء اليساري يلي قلنا انه مرتبط بالتخزين، والقبضة اليسار قبل الاسترجاع يلي قلنا انه متصل بالجزء اليميني المرتبط بالاسترجاع. وتاني افضل واحد كان لما عم يتم اغلاق القبضة اليمين قبل كل من التخزين والاسترجاع. مع العلم انه الفروق ما كانت كتير كبيرة وسيجنيفيكنت، بتضل دراسة مثيرة للاهتمام، وطبعا اكيد لساتنا بحاجة بحوث اكتر بهالمجال. الابحاث بتقول انه مع التقدم بالعمر بتزيد حالات التات، وانه هذا الشيء من منظور معين ما لازم يكون شيء سلبي، بل ممكن اعتباره مؤشر ايجابي انه هالحاله معناها المعلومه ما زالت موجوده وببساطه بدها شويه وقت اكثر لتطلع من راس لسانك. ولكن نحن عايشين بعصر التكنولوجيا وبانتظارنا تطورات هائله فيما يخص الاتصال بين الدماغ والاله، لهيك من الجدير بالذكر برايي انه الظواهر من هالنوع غالبا عم تعيش القرن الاخير الها، يعني الذكاء الصناعي ما رح يعاني من مشاكل بالاتصال بين شبكة المعنى وشبكة الصوت والكلمات المرتبطة فيها، ولا الذكاء البشري بالمرحلة لما منصير احنا كبشر ترانس هيومنز. بس من هلأ لوقتها أدعوك تستغل الفرصة
لما بتصير معك هالظاهرة أو ما يشبهها لتعطي انتباهك عن كثب لذهنك وكيف بيشتغل. هالمساحة يلي دايما متوفرة وبإمكانك الوصول إلها أي متى بدك، أكيد فيها كتير مناطق لسه ما زرتها قد تكون تستحق الاكتشاف، ما هي بالأخير جزء منك. شكرا كتير للناس اللي عم تقدم دعم مادي بشكل مستمر لريبلز. انت كمان اذا بتحب تشانل وقادر تساهم باي مبلغ مهما كان صغير بالنسبة لي بيعني لي كتير، فيك تروح على patreon.com/ripples. راح اتركك مع هذا الفيديو القديم من ريبلز، منه بتشوف قديش طورت القناة من اول شهر بلشنا لهلأ. وبرأيي هالفيديو كتير مفيد ليعطيك نموذج بحاول يشرح طريقة عمل العقل بشكل عام، وقد يساعدك بفهم حلقة اليوم من مستوى اعمق واعم بكتير. بشوفك هناك، سلام.